كغيرها من الصيدليات، اشتكت فيلا المداني من تذبذب في توفر عدد من الأدوية المخصصة للمرضى المصابين بكورونا. قبل أسبوعين كانت رحلة توفير الأدوية صعبة بالنسبة إليها، ففي ذروة الموجة الرابعة وتداخلها بالإنفلونزا الموسمية، أعلنت السلطات أن عددا من الموزعين في البلاد يحتكر أدوية ضرورية لبروتوكول العلاج، ما خلق ندرة لدى الصيدليات. يعني كانت فيه ندرة بزاف يعني كبيرة، تاع مادة الباراسيتامول، تاع بعض المضادات الحيوية، تاع الفيتامين دي، وحتى وخاصة تاع الأدوية التي هي مضادة لتخثر الدم. مباشرة تتدخل الوزارة الوصية وتقدم 20 إنذارا لمؤسسات صيدلانية بتهمة الاحتكار، كما تم غلق مؤسستين مختصتين في توزيع الأدوية. رافقت هذا القرار حملات تفتيش عبر القطر الوطني للتأكد من احترامها تعليمات 18 من يناير كانون الثاني، والتي تقضي بتحرير مخزون الأمان من الأدوية في غضون 48 ساعة. قرار تقول النقابة الوطنية للصيادلة الخواص إنه أعاد انتعاش حركة توزيع الأدوية في الجزائر. نحن كنقابة نندد بهذه التعاملات، ويعني الحمد لله كانت وزارة الصناعة الصيدلانية قامت بعمل خرجات تفتيشية وين بعض الموزعين وين أعطتهم يعني إنذارات، بعض الآخر إلى الغلق للأسف، ولكن إن شاء الله الأمور عادت إلى مجاريها. وتعتمد البلاد في بروتوكولها العلاجي ضد الإصابة بفيروس كورونا على أدوية محلية الصنع بنسبة 100%، فيما تم مؤخرا ولتفادي التذبذب في التوزيع توسيع التعاملات الاقتصادية مع منتجين محليين ودخول آخرين جدد سوق الصيدلة. غلق المؤسسات التي يثبت تورطها في تخزين الأدوية وإنذار أخرى، حلول جنبت البلاد الدخول في أزمة أدوية كانت مطلب الجزائريين في ظل الموجة الرابعة، وإن كانت استعجالية إلا أنها خففت العبء عن المواطنين بعد موجة ثالثة كانت قاسية على الجزائريين. جهيد رمضاني، العربي، الجزائر.